لم ينجح رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي في تجاوز المطب الذي علق فيه سلفه حيدر العبادي في إتمام كابينته الوزارية دفعة واحدة وبقاء ثمان منها فارغة. الصراعات بين الكتل السياسية كانت العنوان الأبرز في عدم الاتفاق على وزارات كالعدل والتخطيط والتربية والثقافة والهجرة، وصراع بدأ أكثر حدة على وزارتي الدفاع والداخلية. شبهات الفساد وما أثير حول المرشحين لتلك الحقائب الوزارية وقفت حائلا آخر أشهر كل طرف فيه سيفه على الآخر، لتبقى المساومات السياسية والمالية هي الميزان المرجح. وعلى الرغم من نفي الأحزاب السياسية بشكل متكرر اتهامات بدخول العامل المادي في توافقاتها على تسمية المناصب الحكومية، إلا أن مسؤولين حكوميين فضلاً عن أعضاء في البرلمان يؤكدون ذلك وبشكل اتسع أخيراً ليشمل صفقات بملايين الدولارات. ومقابل الصراع على الوزارات، ما زالت الكتل السياسية داخل البرلمان في صراع هي الأخرى على رئاسة اللجان المهمة كالأمن والدفاع والنزاهة والمالية والخارجية وغيرها، في سيناريو مشابه لما جرى خلال صفقة اختيار الحلبوسي رئيسا للبرلمان وانسحاب بعض أعضاء البرلمان الفائزين بالانتخابات لصالح آخرين خسروا مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين دولار. إذن الكل في صراع محموم نحو اقتسام الكعكة في العراق، في مشهد لا يخلو من الحرقة لدى العراقيين في عموم البلاد، وخصوصا في مدن الجنوب التي تشهد مظاهرات لم ترق على ما يظهر للطبقة السياسية وقادة الميليشيات، فضاق الخناق على المتظاهرين في كوارث غير معهودة كنفوق جماعي للأسماك أو عودة التفجيرات، وهي تحمل رسائل واضحة لهم بالسكوت أو محاربتهم فيما تبقى من موارد رزقهم.